طبعا معنا اليوم ضيفنا الأخ جهاد مفلح، وهو مؤسس ومدير فرقة إنانا للعروض المسرحية الراقصة. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا فيك، حياك الله في استديوهات برنامجنا في الضحى. الله يحييك. طبعا احنا نبي نعطي نبذة للمشاهدين عن هذه الفرقة. طبعا فرقة إنانا هي من أولى الفرق العربية في مجال المسرح الراقص، قدمت منذ تأسيسها في التسعينات عددا كبيرا من اللوحات الراقصة المقتبسة من التاريخ والحضارة والفلكلور السوري والعربي. طبعا لقيت هذه الفرقة نجاحا وشهرة عربية جعلتها من أولى الفرق المشاركة في العديد من المهرجانات الثقافية في الوطن العربي والعالم بأسره. هو لا شك أن فرقة إنانا فرقة عالمية، ويعني ولاقت أصداء عالمية وشاركت في مهرجانات عالمية، لكن حنا نبي نتكلم عن عملكم هنا في الدوحة. نعم. وجودكم في قطر. نعم. ماذا أضاف لكم وجودكم في قطر؟ إحنا طبعا أيضا عندنا معلومات أنه أنتم يعني كانت بدايتكم مع انطلاق الدوحة عاصمة الثقافة العربية. صحيح. ماذا أضاف هذا؟ نعم. طبعا أضاف كثير. نحن كانت لنا أول مشاركة بالدوحة بعام 2006، تم التحضير للآسياد، مشاركة بتنفيذ الافتتاح وتنفيذ الختام. نعم. وبعدها صار في مشاركات كثيرة لل 2010. بال 2009 كلفنا من وزارة الثقافة القطرية. نعم. ممثلة بالدكتور الكواري مشكور، كلفنا بتنفيذ افتتاح الدوحة عاصمة الثقافة، وبدأ التنسيق مع الشاعر والفنان المعروف القطري. نعم. أحمد بن راشد المسند كان هو مسؤول عن الافتتاح والختام، ومن هون انطلقت الفكرة. بالوقت اللي كنا عم نحضر للافتتاح صارت الفكرة بيني وبين الأستاذ أحمد إنه نأسس بقطر إنانا برودكشن، يعني إنانا لإنتاج الأعمال الفنية والتلفزيونية. نعم. وكبرت الفكرة. هلأ نحن بعام 2014 من شهرين يعني صرنا أكثر من شركة الحقيقة. يعني إنانا دان ثياتر اللي هي من 16 سنة مؤسسة، وإنانا برودكشن تقريبا راح يصير عمرها تقريبا 3 سنوات، وعنا إنانا إيفنت الخاصة بالإضاءة والصوت وكل شيء، يعني أجهزة تقنية بتخدم المسرح والتلفزيون. ومؤخرا تم افتتاح أول أكاديمية للبالي في قطر بظن بالخليج، اللي هي إنانا بالي أكاديمي من شهرين. تكلمنا أكثر عن الأكاديمية هذه حقت البالي، كيف بدأت وكيف بدأت الفكرة؟ يعني هي الفكرة كانت بالأساس موجودة لتكون رديف لإنانا. نعم. كمسرح، نحن بنشوف كل الأكاديميات الموجودة بالعالم، يعني بموسكو في أكاديمية البولشوي، أنت النتاج تبع البولشوي بتشوفه بعرض البولشوي. بس هو الأساس هو الدروس اللي مثل ما شفناها. صحيح. هذا بيغذي المنطقة اللي موجودة فيها الأكاديمية كفرق مسرحية، وبتغذي الأساس اللي هي مثلا مثل إنانا. مسرح إنانا بيكون في عنده خيار الطفل أو الشاب، لأنه في أعمار متقدمة كمان. نعم. في عنده خيار إذا حب يحترف، في عنده خيار ليحترف من خلال الفرقة اللي موجودة بالأكاديمية. كيف كان الإقبال على هذه في الدوحة؟ حقيقة مثل ما تفضلت الرياضة أو المسرح، يعني ايه. نعم. حقيقة مثل ما تفضلت مدام ألبينا أنه بالفترة الأخيرة الحمد لله بالدوحة صار في نشاط ثقافي كتير عالي. نعم. ومثل ما تفضلت بكتارة تقدم كتير عروض بالي، وأنا العروض اللي حضرتها الحقيقة بكتارة يعني ما بتصدق الجمهور. يعني بعرض من العروض، العرض الأخير كان سنو وايت تقريبا من شهر، كان الجمهور من الأوبرا هاوس موجود من الباب لباب الباركينج بالدور. نعم. مع أطفالهم ليحضروا بالي. نعم. هذا الحقيقة مؤشر كتير عالي. يعني اليوم أنت لما العائلة بتروح مع أطفالها لتحضر بالي، بتروح لتحضر أوركسترا، هذا اليوم الشعوب بتدفع. نعم. أو الدول بتدفع فلوس وبدها شو بقولوا عشرات السنين. صحيح. لتوصل لهاي المرحلة. يعني أهمية أكاديمية إنانا للبالي أو هذا النوع من الأكاديميات، هو سيستم مش سيستم محلي، هو سيستم عالمي، والمدرسين الموجودين موجودين على مستوى عالمي. أهميتها أنه أنت مو فقط تتعلم بالي، يعني أنت عندك حصة للبالي، وعندك إضافة لهذه الحصة هي في تمثيل،
وفي تذوق الميوزك وفي حصص تانية يوغا وفي حصص ثالثة العلاقة بالجيمناستيك والله شيء. فأنت بتروح على أكثر من خيار وبتجرب بأكثر من مكان لتتكون هاي الشخصية أو هذا الأداء التعبيري من خلال البالي. طيب أخوي جهاد، هل في هناك نوايا لأنكم تقيمون يعني مهرجانات بالتعاون مثلا مع إدارة كتارا؟ الحقيقة نحن قدمنا وفي تعاون كبير مع كتارا ومشكورين الحقيقة، قدمنا عدة نشاطات، قدمنا عرض صلاح الدين بكتارا وقدمنا عرض جوليا دمنا، والآن يعني في تفكير لتقديم عرض تطلعات مستقبلية عرض جديد، يعني مكلفين هلا بشكل شو بقولوا شفوي انه نعمل عرض كبير على مستوى عالمي مع تعاون مع فرق اجنبية اسمه هرقل. هرقل نعم، هذا ايضا العام. دليل على دعم يعني حكومتنا للثقافة. أكيد. واحنا ايضا نتمنى بدورنا ان احنا نرتقي بالثقافة بوجود الناس اللي مثلك وشروك. لكن نوجه لك سؤال اخير، ما هي تطلعاتكم والطموح؟ يعني الطموح كبير الحقيقة، الطموح كبير اللي وصلنا له نحن بالوطن العربي واللي وصلته إنانا بكندا وبأمريكا وبأكثر من مكان كتير منيح، بس الطموح أنه يستمر يعني هذا البناء وتستمر هاي الحلقة من 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 الفن اللي عم نعمله، إن كان للجمهور وإن كان داخل إنانا كشركات وكمبنى عم بي عم بي عم بيدرب الأطفال ليوصلهم لمحل عالي بمستوى الفن. أخوي جهاد شاكرين لك تواجدك معنا، احنا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة لكن أنت مستمر معنا إن شاء الله في طاولة الحوار، وبنختم هذه الفقرة في عروض من فرقة إنانا، تابعوها.